الخبر الأولاني معانا من المؤتمر الصحفي ما قبل هذه المباراة من عند الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق. راجل قال في المؤتمر الصحفي إن إمكانيات نادي النصر السعودي المادية كبيرة وبيضم لعيبة من أفضل اللاعبين لعبوا في أفضل أندية أوروبا، وده طبعا في كافة المراكز في الفرقة، ومواجهة فريق النصر فرصة جيدة لنادي الزمالك وإن احنا نكون ممثل قوي للكرة المصرية. المباراة صعبة للمنافس زي ما هي صعبة علينا. سوريو كمان قال في مباراة الشباب قدمنا مباراة قوية، كنا نستحق الفوز ولكن نعلم ما حدث في هذه المباراة جيدا. وفيما يخص موقف السنغالي إبراهيم أنداي من المباراة اللي جاية، قال أنداي شارك في تدريبات الفريق ولكن إصابات الوجه يجب التعامل معها بحذر، خاصة وإنه لو تعرض لإصابة في نفس المكان هيكون عنده مشكلة كبيرة. أضاف كمان إن يوسف أوباما لاعب كبير وأضاف للفريق ولكنه تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، وده اللي أبعده عن الفريق في مباريات البطولة العربية. ده على فكرة أمر مهم قوي، خلي بالك برضو إن الراجل يشيد باللاعبين اللي موجودين وعارف قدراتهم، ده أمر مهم جدا. علق كمان على تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني وقال أمر رائع تعاقد نادي النصر مع ساديو ماني، هتكون فرصة جيدة إذا واجهنا منافس يضم لاعب مثل ساديو ماني. تابع كلامه وقال أمر مهم جدا للمدافعين للشباب اللي شاركوا مع المنتخب الأولمبي إنهم يواجهوا منافسين أمثال ساديو ماني ورونالدو بروزوفيتش وغيرهم من لاعبي النصر. قال كمان إن الزمالك سيواجه فريق كبير وإحنا جاهزين للقاء النصر من خلال الاستعداد الجيد في التدريبات، وإذا خضنا المباراة بنفس المستوى اللي لعبنا بيه لقاء الشباب هنحقق نتيجة إيجابية. وبرضو دي مباراة كرة قدم، 11 لاعب ضد 11 لاعب. ولما اتسأل عن مراقبة كريستيانو رونالدو قال الأقرب لرونالدو هيراقبه، يعني مفيش لاعب هيبقى مان تو مان، يعني الموضوع ده بطل، الأقرب ليه هو اللي هيراقبه. وهو ما حددش شخص معين لمراقبة كريستيانو رونالدو، وهو الأفضل في العالم وقادر طبعا على تغيير النتيجة، ولكن الطريقة اللي هيخوض بيها نادي الزمالك هي اللي هتحد من خطورة كريستيانو رونالدو. سوريو كمان قال كل مباراة وكل منافس ليه ظروفه الخاصة، ومثلما يضم النصر لاعبين مؤثرين فالزمالك يضم لاعبين مؤثرين، وسيحدد المران الأخير التشكيل الأمثل اللي هيخوض بيه فريقنا المباراة. تابع كلامه قال كل شخص ليه وجهة نظر معينة يرى بها المباراة، ونحن نلعب ونتدرب على أن يكون الاستحواذ معنا، وهناك مباريات صعبة ومن حقي مثل أي مدرب في العالم أن ألعب بالطريقة المناسبة لي وللاعبي نادي الزمالك. سوريو قال أنه لن يغير طريقة اللعب اللي بيلعب بيها، هيدافع عن الطريقة الهجومية اللي بيعتمد عليها في مبارياته. وتابع حديثه وقال الكرة للجميع وكل شخص يدير مشاعره، والقلق اللي حدث في مباراة الشباب السعودي يحدث في أي مباراة، وهيكون الوضع أكثر هدوء إن شاء الله في مباراة الغد. قال كمان عندما وصلت لتدريب نادي الزمالك لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب فيها، وعمر جابر كتب إنه بيفضل اللعب في مركز 8. أضاف أوسوريو كمان وقال أحمد فتوح وجوده في وسط الملعب بيكون له تأثير كبير، وتوغل داخل منطقة ال 18 وتوغل داخل منطقة ال 18 أكثر من مرة في مباراة الشباب الأخيرة، وكل اللعيبة سعداء بمراكز. ده كان حديث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك ما قبل هذه المباراة المصرية أمام النصر السعودي. نروح لتصريحات سيد عبد الله نيمار لاعب نادي الزمالك اللي كان حاضر في المؤتمر الصحفي ما قبل هذه المباراة. نيمار اتكلم عن إن لاعب الزمالك بيمثل الكرة المصرية في مباراة النصر إن شاء الله في البطولة غدا، قال
سنخوض مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية للبطولة. أضاف كمان: تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، وسنقدم مباراة قوية. وقال كمان إن خوان كارلوس أوسوري المدير الفني تحدث مع اللاعبين باستمرار وبيحفزهم، وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء. سيد نيمار قال كمان: لن نواجه لاعب واحد في النصر، سنواجه فريق بالكامل، وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل. وقال كمان: كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر، سنواجه 11 لاعب، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين، ونسعى لإسعاد الجماهير. وقال كمان إن الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا يتحدث معنا لتحفزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار. ده كان كلام نيمار لاعب نادي الزمالك قبل المباراة المصرية أمام النصر السعودي. نروح لتصريحات مدرب النصر السعودي لويس كاسترو. الراجل أشاد بقوة نادي الزمالك وبقدرات لاعبي نادي الزمالك. ده كلام لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي. اتكلم طبعا وأشاد زي ما بقول لكم عن قوة فريق نادي الزمالك، قدرات القائد كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا. وقال في المؤتمر الصحفي: مباراة النصر ضد الزمالك مهمة للغاية للفريقين، وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة. قال كمان: الزمالك فريق كبير بيتميز بالأداء الجماعي، وبيقدم دايما أفضل ما لديه، وبيقلل المساحات أمام المنافس. اللعيبة بتوع نادي الزمالك بيقاتلوا على الكرة ولا يخشون الاحتكاكات. تابع حديثه وقال: الزمالك يملك نجما مميزا وهو شيكابالا، صاحب الخبرة والإمكانات العالية للغاية. واصل الإشادة بقائد نادي الزمالك، قال: شيكابالا لديه القدرة على خلق التوازن كما يهدد مرمى الخصم في كل هجمة، ولكن في النهاية لا أركز على لاعب بعينه. تحدث كاسترو عن انضمام لاعبه الجديد ساديو ماني، وقال: وصول لاعب مثل ماني يجذب الانتباه، ولكننا فريق جماعي بالنهاية، ولا يوجد أي فريق في العالم بيعتمد على لاعب واحد فقط. أكمل حديثه وقال: وجود ماني سيعزز فرصنا من أجل الانتصارات، ولكن كرة القدم ليست كذلك، وكل فريق بيحتاج لأكثر من لاعب من أجل بناء جيل قوي. أتم حديثه وقال: نحن جاهزون للانتصار فقط وليس اللعب على التعادل الذي يؤهل الفريق، رغم أن فريق الشباب السعودي في وضعية إلى حد ما أفضل في ترتيب المجموعة. ده كان كلام لويس كاسترو مدرب النصر السعودي ما قبل مباراته أمام نادي الزمالك.